بديك عريس من بلجيم او من لبنان ما بتفرق، بس يكون مسلم ومحترم حاله. يا ويلي شو كيوت، ثانك يو محمد، لانه لي انت عسل. ثانك يو، ثانك يو مصطفى فور فولوينج مي. اللي مش انتبعني ما ينسى يتبعني. ثانك يو بيليس، كلنا عسل. ثانك يو، اللي مش بيتبعني ما ينسى يتبعني. ولا يفيلوها عن جد لينا. تايلر، do you know ايسر ولا لا؟ من جيل وجيل. انتو ما في منكم، انتو قلا خليلي ياكل. زكريا، thank you يا زكريا، thank you يا حلو. انا احسن مني معكم. تبسطوني، تخلدوني. من وين اجى الجمال لنوش؟ عيونك هي الحلو، انتو الحلوين. نحن عرسانك وجزلي علينا. بليز اكسبت، خلص خلص، هيدا حكى الحكي الصح. بس انا بدي خبرك شيء، انا عندي جلية. تتزوجها للجلية؟ بتعرف بليز كل المواصفات اللي طلبتيها بالشو بالشاب موجود فيه. انا خبركم كيف بحب الشو، بدكن خبركن وشو ولا كيف شخصيته؟ خبركن كيف الشخص يعني بجذبني شخصيا ولا بشكله؟ Thank you زكريا، من كوكب قلبك انا. شخصيته اوكي، ما بحبه يكون كتير عم يضحك مع العالم. ما بحب الشاب اللي بيكون كتير هيك بيضحك دايما مع العالم. بحبه يكون هيك معي، بس ما بحبه يكون كتير، يعني ما بحبه يكون كلاون. في يكون كلاون لإلي بس مش كلاون للعالم. أول شيء يكون سيريس، وما حدا يعني بيقدر يفرطه، عرفتوا كيف؟ يضلوا هيك. وبحب شخصيته ويكون طيب ويكون بحب الحيوانات، لأنه إذا ما بحب الحيوانات مشكلة. بدي اروح احط صورة بروفايل بيكشر عشان تقيميها، اوكي؟ انا كل شيء عم تحكيه. زكريا بعد ما خلصت، هيدا بعدني مبلش الحكي، روقوا. اول شيء تكون شخصيته بضحك، يكون بضحك. مش ضروري يكون حلو، بس يكون جذاب. ما بحب اللي صوته ناعم، يكون صوته خشن. شخصيا يكون بيحب يساعد الكبار بالعمر. ما بيأذي حدا. يكون منيح مع اصحابه الشباب، يكون يعني جدل، ما انه ما بيهموا اصحابه الشباب. عندك مشكله اذا كان غير دين؟ هلا اكيد مين ما بحب يتزوج من دينه، بس بخبركم شيء، انا وصغيره حبيت شخصين اثنينهم اسلم. كنت صغيره بعدني بدرس، يعني حب النظرات وهيك، بس بعد المسلمين تخيلوا. تحكي عني هاي يوسف. هلا هيك بحب شخصيته، ما بحبه يكون كتير ناي، بحبه يكون هيك. وبحب ما تعرف يعني تقراه بسرعة. بتعرفي اسمه نسيم اكيد. اجا جورج اخوي، اهلا وسهلا جورج. بتحضري اسمي نسيم؟ لا ما بحضر. شو هيدا يعني؟ انا كنت حبيبتي من هيدي، بس ما عندي مشكلة. انت لانك شاب اوكي، بعتيلي العنوان وجاي. اتفقنا. هاي دادي اخو مين؟ ريان انت خيب، لانه صار يقلدك ويعمل شيرات مثلك. مش مبين الكومنت تبعك. قد ايه بدك اياه عمره؟ يعني بين 28 و 33. انا بحب يكون في فرق شوية عمر، ما بحب يكون كتير العمر قريب.
لانه بعدين بحس حالي انه انا عم اكبره اذا كان من عمري. ثانك يو زكريا. هاي سالية. شو بحب بعد؟ شو بحب بعد؟ ثانك سالي. طيب ليلون اللي بدك سينجل. ثانك يو. ولا بيلبق لي ذا كراون. قد ايه بدي اقوله؟ بين 177 وطلوع. طيب كيف بحب شكل الشاب؟ يكون دقنه يكون محدد، يكون طويل، يكون اسمر، مش ضروري العيون يكونوا خضر. Thank you for the flower. 185 بيزبط اكيد. فوتي مع عزو. لا خليه، مش كان طالع مع بنات؟ انا كمان رح اطلع بعد شوي مع ايسالك. هلا شوفي، هلا شوف يا جورج، العين والعين والسن بالسن. شوفي دقني، حطيت صورتي على بروفايل دقيقة شوي. تايلر، تايلر لازم تخفف شوي لتايلر، كتير طويلة. قلت لك بحبها محددة لهون. راحت علينا 177. لا انت قصير، انت قصير عادي مخص يعني صراحة. القلب بيصدر. لا حلوة دقنك يا تايلر، حددها والله مش حلوة هيك، بدك ذوقي يعني. انا عم اقول لك بدي دقنك شوي. هاي ذا ليون ديبل كبسو. على ما في غيرك عم تكبس انتينا الحقيقة. شو؟ ما فهمت. هاي فيل بمشي حال 177. اوكي كل شي 177 فوق بمشي. انا طولي 187. ما شاء الله ما شاء الله، بدنا طرقك بالعين ما شاء الله على طولك. فوتي انستا نحكيكي شوفي دقنك. انت دقنك كيف؟ هلا سويتي. هاي كيفكن؟ هاي سامية طولي 196. واو حلو الطول. كمان اذا في بنات هون يخبروني، مش الشاب حلو اذا كان طويل؟ هلا بالاخير الطول مثل كل شيء، بالاخير انت وقلبك والميت تتعلق فيه، بس حلو الطول. خلص انا رح اقصها، بس بعدها ممنوع تحكي مع الشباب صغار. هلا اذا قصيت دقنك انا عم اخليك تكون حلو، وانت ما بدك اياني احكي مع حدا؟ كنت رح اقصد، كنت رح اقصد. اذا جيت على بروكسل بقدر اشوفك؟ بتشوفني. Thank you Algeria. Are you Algerian? إذا حبيتي شخص قلت لك يعني صارت، بس حبت أطفال مثل ما خبرتكم، بس هن كان بدهم